اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع مريم الهدويبي بطله افريقيا في تنس الطاوله. مريم، اتكلم عن المستوى الاسري. مش كل الناس طبعا هم عارفينك انت ومروه عشان انتوا توام وتوام شهير، بس خلينا نتكلم عن اخواتك. انت ليكي كم اخ وكم اخت؟ انا ليا اخ واختين غير مروه، يعني انتوا اربع اخوات وولد. طيب انت فين؟ يعني انتوا ترتيبكم ايه؟ انتوا الكبار ولا انتوا صغيرين؟ احنا اصغر ناس. اصغر ناس، يعني اخوك اكبر منك و... واخواتي البنات اكبر من اخويا. طب لعبتوا تنس طاوله ليه؟ هو احنا في الاول خالص انا مامتي كانت بتلعب تنس طاوله. فعلا؟ اه، دي معلومه جديده دي. كانت بتلعب تنس طاوله واخدت تاني جامعات، بس هي كانت بتلعبها كهوايه. واخويا بدا تنس طاوله واحنا كنا بنروح مع التمرين، فحسينا ان احنا حابين اللعبه. لا، كان بادئ في الشمس. وبعدين فاحنا كنا بنروح مع التمرين. انتوا سكان مصر الجديده؟ اه، صح، على طول نادي الشمس يبقى سكان مصر الجديده على طول. طيب اتفضلي كملي. وبعدين رحنا مع التمرين وكنا حابين ان احنا نتفرج عليه يعني، فالمدربين قالوا لنا طب تعالوا جربوا، فجربنا وحسينا ان احنا حابين اللعبه وهو كان بيلعبها كمان فكملنا. انتوا الاثنين حبيتوها؟ يعني انتوا الاثنين الاختين حبيتوها؟ اه، انا ومروه مع بعض في كل حاجه من واحنا صغيرين. خليكم لبعض. طب يعني الاختين الاكبر منكم كانوا بيلعبوا تنس طاوله ولا لا؟ لا لا، لعبوا كاراتيه شويه وبعد كده كملوا في الدراسه. كاراتيه فين؟ في الاهلي؟ لا، اظن في الشمس برضه. الشمس برضه. بس انت ما حبيتيش الكاراتيه؟ لا. بس البيت كله رياضي، بس انا شايف يمكن الموضوع ده اللي زرعه فيكم اكتر ماما. لان ماما كانت رياضيه وكانت حابه الرياضه. طب بابا ما كانش رياضي، مارس الرياضه مثلا؟ لا لا، ما مارس الرياضه. طيب يبقى انا فهمت اكتر الكونستراكشن بتاع الاسره والتركيبه، ان انتوا فعلا اسره رياضيه، وان ده اللي حصل ده ما جاش من الفراغ. عشان كده انا بقول دايما ايه، مش لازم يعني لما مامتك لعبتك التنس الطاوله ما كانتش متخيله في يوم من الايام ان احنا هنقعد في قناه الاهلي نكرم مريم ونقول لها انت بطله افريقيا، مش نقول لها العالم كله يكرمها، بس ان انت تبقى بطل ده شيء قدري بحت. فالاسره بتوجه ولادها للرياضه، حته بقى انه يبقى بطل او مش بطل ده شيء قدري بحت. طب خلينا نتكلم عن مثلك الاعلى. وانت بادئ حياتك بيبقى لك حد شايفه بتقول يا رب انا عايز ابقى زيه، مش لازم يبقى فيه كل حاجه. يعني مثلا انت على المستوى الاكاديمي ممكن يبقى فيه حد ماسك الاعلى، على المستوى الرياضه ممكن يبقى فيه حد ماسك الاعلى. انت مين ماسك الاعلى؟ هو احنا يعني انا ومروه دايما كنا من واحنا صغيرين بنتابع تنس طاوله بس، فكنا دايما لما بنتفرج كان نفسنا ان احنا نبقى زي دينا وعمر. دينا مشرف وعمر عصر كان ماسك الاعلى طول عمرك. طيب يعني بس غريبه، يعني عمر ما كانش لسه خامس اولمبيات وما كانش حاجه، بس هو الكاركتر بتاعه جد وبيشتغل على نفسه. هو كمان كان محترف من وهو صغير، فاحنا كنا دايما باصين عليه. بصين. وخليني اقول لك برضو ان عندنا في نادي الاهلي سيد لاشين شومان. اكيد. بامانه يعني انا كل ما افتكر كده دول منتخب كلهم في النادي الاهلي. طب قولي لي، النادي الاهلي اكيد اتعلمت فيه حاجه، يعني دلوقتي انا يعني وانا طالع صغير لعبت في النادي الاهلي، بدات اخد حاجه طوبه على طوبه على طوبه ابني شخصيتي. قولي لي النادي الاهلي فرق معاكي في ايه؟ بكل امانه يعني قولي لي يعني اللي حصل معاكي طول حياتك في النادي الاهلي. هو النادي الاهلي عموما سواء في تنس طاوله او في اي لعبه ثانيه، يعني هو نادي بطولات. هو بيبص دايما على الذهب، يعني بالنسبه له المركز الثاني زي المركز الاخير، فهو دايما بيبص على انه لما ادخل بطوله لازم اخد فيها المركز الاول.